طب اقعدي اقعدي عشان نتفاهم. انت اللي خدت العينه امبارح وحاولت تجربيها مش كده؟ ما عملتش معايا حاجه، عادي زي ما انا. ممكن اصدقك في اي حاجه الا اللي يخصني. نومك كان قليل، صحي مش طايقه نفسك، انفعالاتك مش قادره تتحكمي فيها. الكوابيس اللي صحيتك امبارح كانت ازاي؟ كان مين فيها؟ انت بتنتقم مني؟ انا ليه؟ بتخلص ايه اللي عملته فيك زمان؟ انت خدت كام قرصه؟ ما تغيرش الموضوع. هو ده الموضوع، خدت قرص ما عملش حاجه فخدت التاني. انت بتراقبني بقى ولا عملت هيك لتليفوني؟ انا دكتورك من زمان قوي، من قبل ما احبك ومن قبل ما نشتغل مع بعض، وعارف اللي جواكي، وعارف كويس قوي تأثير الأقراص دي. بس متقلقيش، مفعولها هيخلص على الصبح أو كمان شوية. هات الباقي عشان مش هينفع يبقى معاكي. هنروح فين؟ هنتغدى. أنا ما أكلتش من امبارح، تخيلي. وبعدين أنت محتاجة تغيري جو. يلا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.